عندي مدرسة بكرة بابا، بتسمح لي أفركها؟ أكيد المدرسة أهم، لازم ترتاح. يلا. خلص رح استنى آسيا ومنروح سوا. لا لا، ما في داعي تستناها، أنا بوصلها على البيت بعد ما نسكر. يلا روح نام وريح حالك ابني. بابا اصحك، تعرف أمي باللي بدي أقوله، هذا أطيب أكل باكله من زمان كتير. إن شاء الله صحتين وهنا حبيبي. تعال لهون وكل يلي بدك إياه. تمام. يلا بشوفك بابا. انتبه على حالك ولا تطول علي. إن شاء الله المرة الجاية رح تكون ابك معنا. إن شاء الله ابني، إن شاء الله. أوجان، بصراحة كرمال جيتك اليوم حبينا أنا وأبوك نشتركن هدية مشان تضل ذكرى منا لإلكم. ولهيك بتمنى تقبلها مني. تفضل. هاي إلي؟ هاي فكرة جنول، رحنا واشتريناهن سوا، إن شاء الله تحبوهن. بكفي إنكم فكرتوا فينا. خليني شو؟ شو القميص الحلو؟ شلون؟ لابق لي؟ طالع كتير حلو، منيح طلع قياسك عن جد لبقلة. يعني ما شاء الله عليك صاير شاب وحليان كتير. ايه لكن مين أبي؟ عن جد عجبك؟ ايه والله كتير. تلبسه بالهنا. وهي الهدية لأبيك، يعني بتمنى تقبلها. طيب أنا بتشكرك بالنيابة عنها. أنا صار لازم أمشي، عن إذنكم. الله معك ابني. الله معك. جونول؟ صح ما اجت ايبك، بس مع هيك كانت القعدة بتجنن. منيح سمعت كلامك، فكرتك كتير حلوة. عن جد بتشكرك من كل قلبي. ما عملت شي. طيب خليني ضب هدول الغراض. ايه وهات كمان. تسلمي خالتي، صباحات، تصبحي على خير. تعال طمني ابني، كيف كان الموعد؟ اللي بعرفه انك بتنسي كل شيء، بس متذكره موعدي. ايه طبعا بدي اتذكره ابني، ليش ما اتذكره؟ شو شايفني خرفت؟ لا شو عم تحكي؟ الموعد الموعد كان كتير سيء. ليش؟ شو اللي صار؟ بصراحه سوسن اليوم حاولت تعرفني على خالتها وجوزها على اني شخص تاني، يعني شخص غني. وانت انزعجت من هالموضوع؟ شي طبيعي انزعج خالتي، اصلا هذا وضعي، يعني اذا كنت غني شو رح تفرق، رح صير شخص تاني؟ ما فيك تعرف ابني، ما فيك تعرف مين يلي ممكن تغيره المصاري ومين لا. مستحيل اتغير، يعني ما عم قلك اني رح كون مثالي، بس وقتها رح اغلط نفس الاغلاط اللي عم بغلطها هلا، مو اكتر من هيك. ان شاء الله يا روحي، ان شاء الله شي يوم بس تكبر تصير غني ويصير معك مصاري كتير، وتخلي الكل يشوف انه المصاري مستحيل تغيرك. خالتي سيفجي، على فكرة انتي متغيرة كتير عن الصبح، يعني انتي عارفاني كل شي وما عم تنسي بنوب. ايه لاني مبسوطة يا روحي. بتعرف انه فكرت ابن الباشا بولاند بعت 2 من حراسه اليوم لعندي مشان يحكوا معي؟ وبعد خبر معهم انه بده يطلب ايدي. منشان هيك تعرف راح اتجوز قبل ما يجي هداك الشاب الأشقر لحتى يطلب ايد نوران. ان شاء الله ان شاء الله. يا الله شو ضحكتيني يا خالي. ها على الاغلب اجت نوران. اهلا وسهلا اخي اسماعيل. اهلين فيك. غراض الخالي سيفجي القديمة كانت عنا وطلبت اني اجيب لها اياهم، كنت جاية قريب من هون فجبتهم معي. شو يعني فكرت بعد حارس تاني من عنده جنيد؟ لا هالمرة جاي الحارس تبعك خالتي، اخي اسماعيل. اهلين. هذا انت؟ اهلا وسهلا. اهلين فيكي. طمني كيف القصر، كل الامور بخير؟ كله تمام ومن احسن ما يكون، لا تقلقي. هلا طمنتني. بدي اياك توصل للخدم يلي هنيك والطباخين سلامي، وبس ارجع على القصر بدي اشوفه عم يلمع لمع، مفهوم؟ لانه عن قريب كتير رح يصير في حفله خطبه بهذا القصر. حراس فكره باشا اجوا لعنا اليوم وطلبوا ايده. هلا فهمت. إيه حلو، الف مبروك. المهم جبت لك الاغراض اللي طلبتيها مني من القصر. ايه
عطي الشنطه لجنيد، بشوفها بعدين على فضاتي. تمام. يلا لازم نام، تصبح على خير ابني. وانت من اهله. لحظه، صح انت ما عم تسالنا، بس كل ما عم يصح لنا عم نعطيها دفعه. باخر فتره ما اشتغلنا كتير، بس عن قريب رح نسدد الدفعه. عادي ولا يهمك، انا بوثق فيك. تمام، كتر خيرك اخي. التياب يلي بالشنطة لبستهم من قبل ما عاد بدي اياهم، بدي خلي الخياط يفصل لي تياب جديدة، لهيك خلي نوران تلبسهم هي. كتر خيرك خالتي، بتشوفهم بعدين. هلا هديتي مشي حالها، بس إذا فوتت هاي معي أكيد أمي رح تقتلني، ما رح تنتبه على القميص لأني لابسه. إن شاء الله تكون نايمة. بسم الله. الضوء تبع غرفة أمي مطفي، على الأغلب نايمة كتير حلو. وينك أختي؟ فايقة شي؟ شو بدك أوجان؟ بدي فوت. فكرتك نايمة، تعرفي؟ منيح اللي ما نمتي. كنت بدي نام، لهيك يلا طلع. ماشي طالع، بس بدي أعطيكي هاي. شو هاي؟ هاي الهدية جابها أبي وجنون لتضل ذكرى منه. ليش هيك عملتي؟ شو يلي جايبة أوجان؟ شو اللي جايبة أوجان؟ شبك أمي، ليش عم تطلعي فيني هيك؟ من شوي اجيت لأسأل أبيك يا ترى وينه أخوكي، لهلأ ما أجا بس ما جاوبتني. بقى قلي وين كنت أوجان؟ وين كان أوجان؟ كنت عند هديك الحرباية مو هيك؟ حتى أنت يا أوجان عم تبيع أمك. بس أنا ما عملت شي سيء، لا تتضايقي، كل القصة أني اشتقت لأبي كتير ورحت شوفه بس هيك. ورحت تشوفه بمطعم قليلة الشرف ما؟ قلي لشوفه لا رحت لعنده ولا لا. اسمعيني أمي، هالمطعم مو لإلها، بس بعد ما يتزوجوا رح يصير. ما لازم تقول هيك أوجان، ما لازم. أوجان فتح لي مخك ولا تخبس بالحكي وتخليني جن هلأ. تمام. شو ها؟ قميص. ومين اشترى هديك الحرباية؟ ايه بس انا ما حبيته بنوب، ذوقه مو حلو بالتياب وتفاجأت كتير لما شفته. وحضرتك لبسته بدون ما تعمل لي اي حساب؟ صدقيني لبسته غصب عني. لك ليك ولا أوجان، اذا بشوفك لابس هذا القميص والله لنتفك تنتيف بسناني. فهمت. نقلع سلاحه بسرعة، ما بدي شوف هذا القميص بهالبيت أبدا. مثل ما بدك أمي. حتى لأبوكن عملت له هيك، بالأول اشترت له قميص وبلشت تسحبه شوي شوي، بس ما رح أسمح هالشي يصير مع أولادي، ما رح أسمح لتقرب عليكم، فهمتوا لا؟ ايه معك حق. يا ويلك تعيدها.
أنا شو قلت لك؟ شو قلتي لي؟ قلت لك لا تروح، صح؟ صح. بس أنت رحت وخليت أمي تعصب. أي والله مزبوط. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.